تتسلم الجزائر غواصات روسية حديثة من نوع كيلو 636 لتواصل بذلك القوات البحرية الجزائرية تربعها على عرش سراح البحرية إفريقيا وكذلك عربيا. نتعرف على التفاصيل مع كريم علوش في التقرير التالي. في مشاهد تناقلتها العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تستعد الجزائر لتسلم غواصة روسية جد متطورة بعد تدشينها بالأحواض الأميرالية في سان بطرسبرغ بحضور طاقم من القوات البحرية الجزائرية. صفقة تدخل في إطار تحديث البحرية الجزائرية بعد عقد وقعته مع روسيا سنة 2010 لتزويد الجزائر بغواصتين متطورتين بصفقة وصلت إلى 400 مليون دولار. وتعد الغواصة وهي من طراز كيلو 636 نسخة جد متطورة مجهزة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الإلكترونية. تتميز هذه الغواصة بمحركها الصامد، ما جعل حلف الناتو يطلق عليها اسم الثقب الأسود لهدوئها الكبير تحت الماء. غواصة مشروع 636 فرشافيانكا تملك إزاحة مائية قدرها 3950 طنا وسرعة قصوى تحت الماء بعشرين عقدة، ومسلحة بتوربيدات وبصواريخ من نوع كلوب متغيرة البيئة والهدف. تطلق أيضا من أنابيب التوربيد وذات مدى يقدر ب 300 كيلومتر. غواصات مشروع 636 فرشافيانكا التي ستقتنيها الجزائر كانت روسيا استعانت بها في عملياتها العسكرية بسوريا ضد الجماعات الإرهابية، وحققت الغارات التي أطلقتها منها نتائج كبيرة. تواصل الجزائر تربعها على عرش سلاح البحرية إفريقيا وعربيا، وواحدة من الدول القلائل المالكة لسلاح بحرية قوي في حوض المتوسط، وذلك من حيث العدد والقوة وحداثة وفعالية التسليح والتكنولوجيا.